اعزائي طلابي في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج قصير التفوق ذا سيكرت اوف اكسلنس، مسابقه الاوائل. وزي ما انتم متعودين برنامجنا اللي هو ليه دايما اسرار ومفاجات، النهارده مع سر جديد ومفاجاه جديده من خلال منافسه قويه بين فريقين في اختبار المعلومات الدينيه والثقافيه والعلميه والرياضيه، واختبار قوه الملاحظه وسرعه البديهه من خلال البارت اللي هو قوه أوجد الاختلافات، واختبار الفلكلور المصري والتراث المصري من خلال اللي هي الأمثال الشعبية. وفي البداية أحب نرحب بالفريق الأبيض اللي هو فريق البويز، اتفضل. عمر محمد، المرحلة الإعدادية. كريمة. عمر. سبق. على حسب. السؤال هيبتدي كل اللي هتبتدي. سؤال مهم بويس يقع فيها اربع مرات: صلاة الغائب، صلاة الخسوف والكسوف، الاستغفار، الاستسقاء. خد وقتك، التايمر هيبتدي زي ما انتم شايفين على الشاشة. خد وقتك ما تستعجلش. ما هي الصلاة التي يركع فيها المصلين أربع مرات ويسجد أربع مرات؟ الغائب، صلاة الخسوف والكسوف، الاستغفار، الاستسقاء. لسه وقتك، التايمر بيقل. تابع التايمر بتاعك في نهاية لسه في نهاية التايمر. طيب زي ما احنا شايفين 8 7 6 5 4 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ صلاة الخسوف والكسوف. اكيد صليتها قبل كده. اوكي نشوف الانسر بتاعتك صح ولا غلط. برافو. وين هي فعلا صلاة الخسوف والكسوف هي اللي بيثبت فيها المصلين اربع مرات ويبقى فيها اربع مرات. تقدر تاخد وين. برافو. تقدر تاخد تايم. برافو. السؤال الثاني موجه للريد تيم، فريق جيرس. ما هي الصورة التي كانت سببا في اسلام سيدنا عمر ابن الخطاب؟ صورة الملك، صورة الاخلاص، صورة طه، ام صورة التين؟ خدي وقتك، التايمر بتاعك ابتدى. صورة الملك، الاخلاص، طه، التين. كانت سبب في اسلام سيدنا عمر ابن الخطاب. تقدر تتابع التايمر، ما تجاوبيش، ما تستعجلوش، شاوروا، قولوا الإجابة بتاعتكم صحيحة في نهاية التايمر بتاعك. نستعجل. 7 6 5 4 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ سورة طه. سورة طه أكيد، مش الملك ولا الإخلاص ولا التين؟ لا. طه. نشوف الانسر بتاعتنا. برافو. وين تقدر تاخد البوينت الثانية. برافو. السؤال بعد كده موجه لفريق البويز الواي تيم، لسه مستمرين في المعلومات الدينيه. ما اول صلاه فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاه الظهر، الظهر ولا صلاه العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ خد الوقت بتاعك. اول صلاه فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاه الظهر، صلاه العصر، المغرب، ام العشاء؟ خد وقتك. هي كلها طبعا احنا بنصليها، بس دي اول صلاه فرضت علينا من خلال طبعا في رحله الصلاه. صلاه الظهر، ام العصر، ام المغرب، ام العشاء؟ اوكي 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ الاجابه صلاه الظهر. صلاه الظهر اكيد. هي فعلا صح، هي صلاه الظهر. وين. برافو. تقدر تاخد بوينت. برافو. السؤال موجه لفريق الجيرس ريتيم، لسه ذا لاست وان في المعلومات الدينيه. ما المسجد الذي استشهد فيه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه؟ مسجد البصره، مسجد قباء، مسجد الرحمه، مسجد الكوفه؟ في اثنين فيهم في العراق. ما هو المسجد الذي استشهد فيه سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه؟ مسجد البصرة، قباء، الرحمة، الكوفة؟ خد وقتك، خد وقتكم، شاور. شايفة ان انتوا خدتوها بسرعة كده، يعني بتفكروا في ايه؟ مين ومين؟ عندنا
بتلخبطي بين بس مش متأكدة منها؟ أكيد أنت وأنت تشاوروا مع بعض عشان هتدونا الإجابة دلوقتي. فنشت الوقت فنشت تقدر تقول الأنسر بتاعك؟ مسجد الكوفة. مسجد الكوفة؟ نشوف الإجابة بتاعتنا هي فعلا صحيحة. برافو، تقدري تاخدي البوينت بتاعتك. زي ما احنا شايفين اللي هي في المعلومات الدينية اللي هي 2 points equal 2 points. برافو، هو تعادلوا فيها. دلوقتي داخلين على second part اللي هو part اللي هو القسم الثاني اللي هو المعلومات العلمية. ايه اخبارك في ساينس؟ تمام؟ اكسلنت؟ كله جاي في المارك؟ مش هو نص درجة رايحة؟ خالص خالص؟ نشوف ده اللي هنشوفه بقى من خلال المعلومات العلمية. اول سؤال موجه لفريق الوايت تيم اللي هو فريق البويز. سائل حلو المذاق تفرزه الزهور، الزهور حلو المذاق تفرزه الزهور. العسل، الرحيق، السكر، شمع العسل. ركزوا في السؤال شويه. سائل حلو المذاق تفرزه الزهور، العسل ولا الرحيق ولا السكر ولا شمع العسل؟ هو كله مسكر. حلو فرقنا. تحبوا العسل؟ انا بحب. انا بحب شاي صحيح كده على العسل ولا ايه؟ والله بحط. بتحب السكر كتير؟ بحب الشاي. طب كويس، اعملوا دايت. برافو. يلا تايم فينش، تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ الرحيق. الرحيق اكيد مش العسل؟ لا الرحيق. طب ما العسل حلو والسكر حلو، شمع العسل حلو برضه مسكر. عايز على الرحيق؟ الرحيق. طيب نشوف الاجابه بتاعتنا. برافو وين؟ برافو، تقدر تاخد البوينت بتاعتك. برافو. السؤال بعد كده موجه للريد تيم فريق الجيري. وظيفته تنقية الجسم من السموم ثم التخلص منها. في جهاز عندنا في جسمنا اللي وظيفته ربنا خلقها اللي هو يمتص السموم ويتخلص منها. اوكي، الكبد ولا الطحال ولا البنكرياس ولا المخيخ؟ المخيخ ده اللي هو قصدك المخ يعني ولا التايمر ابتدى؟ كبد ولا الطحال ولا البنكرياس ولا المخيخ؟ وظيفته تنقية الجسم من السموم. ده جايبين كل الحاجات دي من الساينس عندكم، يعني معلومات مرت قبل كده عليكم. احنا بنقول لأطفالنا بعض المواقع هم بيدخلوا عليها بعض الكتب قبل الحلقة عشان يعملوا فريش في المعلومات بتاعتهم. تنقية الجسم من السموم ثم التخلص منها، الكبد، الطحال، البنكرياس، المخيخ. فنشت الوقت، تقدري تقولي الانسر بتاعتك؟ الكبد. كبد اكيد مش الطحال ولا البنكرياس؟ كبد. ولا المخيخ؟ لا. يعني المخيخ ممكن يمتص بيه الودان مثلا. طيب نشوف. هو برافو الكبد. برافو. وين اول سؤال عندنا في اللي هو فقره المعلومات العلميه. بعد كده السؤال موجه لفريق الوايت تيم وهو فريق البويز. وظيفتها استقبال الصوره وارسالها للمخ لتصحيحها. يبقى اكيد طبعا في جزء في العين. هي القرنيه ولا القزحيه ولا الشبكية ولا العدسة؟ هي بتستقبل الصورة وترسلها للمخ لتصحيحها. يعني اكيد طبعا كلهم كلهم يعني فيها كلهم القرنية ولا القزحية ولا الشبكية ولا العدسة؟ هي تلخبط شوية. انت اكيد يعني درست العين ولا لا؟ لسه؟ لسه؟ انت هتقولها باي لك ولا متأكدين منها؟ لا متأكدين. عارفينها؟ 3 2 1 تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ الشبكية. اكيد؟ هي عشان عجبتك ولا انت متأكد؟ لا متأكد. نشوف. هي برافو وين؟ تقدر تاخد بوينت. برافو، هي الشبكية فعلا. هي وظيفتها استقبال الصورة وارسالها للمخ لتصحيحها. برافو. The last one بالنسبة للمعلومات العلمية موجه لفريق الريد تيم فريق جيرز. هو الاسم العلمي لملح الطعام ده موجود في الساينس. نترات الفضة ولا بيكربونات صوديوم ولا مغنيسيوم ولا كلوريد صوديوم؟ الملح اسمه ايه؟ نترات الفضة ولا بيكربونات ولا مغنيسيوم ولا كلوريد؟ خدي وقت كتير بركة شوية لسه بادي. خد الوقت بتاعك براحتك. ملح. الملح الابيض الصوص صح؟ ايوه. هو ولا السكر؟ حط شوية على ده على ده. نشوف هو اسمه ايه يا ترى؟ نترات الفضة ولا بيكربونات ولا مغنيسيوم ولا كلوريد الصوديوم؟ 6 5
4 3 2 1 تقدري تقولي الانسر بتاعتك؟ كلوريد الصوديوم. اكيد؟ اكيد. مش بيكربونات، ما هي بيضه برضه. لا مش طيب. مش عشان بيضه، هي نشوف الاسم بتاعك. برافو. وين تقدري تاخدي بوينت بتاعتك؟ برافو. داخلين دلوقتي برضه بالنسبه يندرج تحت هو الفقره العلميه، برافو، وهي والدينيه، يعني انتهوا بالتعادل اللي هو 4 points for equal 4 points. برافو. دلوقتي داخلين برضو نندرج تحت المعلومات العلمية او البيولوجي او الساينس اللي هي عوالم الكائنات الحية، برضو لسه مستمرين في الفقرات العلمية. اول سؤال موجه للوايت تيم، فريق البويز، عوالم الكائنات الحية البيولوجي. اول سؤال: تحمل صغارها داخلها ثم يبدأ الصغار في التغذي على الام من الداخل فتموت ويخرجون منها، هي انثى العنكبوت ولا انثى العقرب ولا اليعسوب ولا انثى البطريق؟ اليعسوب ديت اللي هي اللي يعني تعتبر ملكه النحل. انثى العنكبوت ولا العقرب ولا اليعسوب ولا البطريق؟ بطريق مصر كده يعني، عشان نخلص شفتوا بطريق صغنن بياكل منظر. تحمل صغارها داخلها ثم تبدأ الصغار في التغذي على الأم من الداخل فتموت ويخرجون منها، أنثى العنكبوت ولا العقرب ولا العسوب ولا البطريق؟ تفضل قول الأنسر بتاعتك. أنثى العقرب. أنثى العقرب أكيد. نشوف الأنسر، هي فعلا عدت المعلومة دي علينا كتير. برافو. وين تقدر تاخد بوينت؟ برافو. بوينت واحدة يا عمر، شايفة إيدك إن شاء الله بتاخد كتير كده. بوينت واحدة. برافو. السؤال موجه للريد تيم، فريق جيرس، نظره ضعيف ولكن حاسة السمع عندها او عنده غاية الدقة، الغريب او الغرير او الحصان ولا القرد ولا الاسد؟ الغرير اللي هو شبه الدب شوية. نظره ضعيف ولكن حاسة السمع عندها غاية الدقة. انتوا لو عارفين الكائنات التانية هتعرفوا تجيبوا، لو انتوا عارفينها يعني عارفين معلومات عن بعض الكائنات هتعرفوا تجيبوا الإجابة. تعرفوا معلومات عن الحصان هو عن نظر قوي ولا نظر ضعيف؟ لا قوي. والقرد، القرد ما بنروح على طول بيها، لو ماسكة موزة بياخدها يبقى على طول قوي. والأسد في الأخبار برضه. طب الغراير ده؟ لا. يعني انتوا رايحين للاسد ولا حصان ولا القرد ولا ايه بالظبط؟ الغراير. الغراير اكيد. نشوف ولا عشان شكلها غريب يعني؟ لا هو نشوفها. برافو. وين تقدري تاخدي بوينت؟ برافو. السؤال موجه لفريق البويز، بعد كده تعد اخر ما تبقى من سلالات حيوانات ما قبل التاريخ، يعني هي كائن من سنين يعني، الثعابين ولا النمور ولا التماسيح ولا الحيتان؟ هو طبعا كلها كائنات طبعا من اول الخليقة بس في قبل التاريخ يعني، شكلها غريب مثلا. ممكن نقول من الحفريات مثلا، في عندهم حاجات اثنين من الزواحف. النمور دي عادي ممكن يكون حوت مثلا ولا النمر ولا الثعبان ولا التمساح؟ بتحبهم كلهم ولا بتحبوا في حاجه حيوان مفضل عندكم؟ لا كلهم مفضل. اتفضل تقدر تقول الانسر بتاعتك. التماسيح. تماسيح اكيد. اه انا عشان شكلها غريب. لا إيه. ولا انت عشان ليها برضو مونز معينه او ليها هيكل بنشوفه دايما؟ هي شكلها قديم شويه. شكلها قديم شويه عشان هي ابيض واسود. نشوف الاجابه بتاعتنا، هي التماسيح. برافو. هي كائنات تعتبر من حفريات من سنين يعني، هي برافو التماسيح. وين تقدر تاخد بوينت؟ برافو. السؤال بعد كده داخلين على المجال الرابع اللي هي اوائل عبر الازمات، هي العوالم الكائنات الحيه. هي برافو. الشيء الطلبه دلوقتي المنافسه قويه، شايفه ان هم قارين كويس. دلوقتي احنا داخلين على المجال الرابع اللي هو اوائل عبر الازمات، تكون اول شخص، اول سفينه، اول ما اسم اول شهر لدى الجاهليه، يعني دايما نستخدم كلمه اول، تشوف هل هم اطفالنا هل هم فعلا قارين على الحاجات ديت ولا لا. اول سؤال موجه لفريق الجيرس، السؤال بعد كده موجه لفريق الجيرس،
هل تعلم أن أول بنك لحفظ الدم أنشئ في مدينة بكين ولا شيكاغو؟ لا شيكاغو ولا برلين ولا بوسطن. هي بنك لحفظ الدم مش بنك لحفظ الفلوس، فهو السؤال صعب يعني شوية، يعني عشان تقرأ عشان تستخدموش السوشيال ميديا في الشاتنج بس، تقروا كويس. هل تعلم أن أول بنك لحفظ الدم أنشئ في مدينة إيه؟ بكين ولا شيكاغو ولا برلين ولا بوسطن؟ دي خارج التكست الأساسية بتاعتك، دي معلومات عامة. بكين ولا شيكاغو ولا برلين ولا بوسطن؟ هي يعني سؤال يعني جديد صعب شوية. احنا هنسمع الأنسر من الاثنين، من الفريقين، شوف عندكم قراية ولا لأ. شوف الأول الأنسر من البويس شيكاغو، بس شيكاغو. باي لك بقى، باي لك. وانتو البويس برلين. برلين يعني اللي هو الفريق اللي عليه الدور قال شيكاغو، لا شيكاغو. وانتو البويس قالوا ايه؟ برلين. نشوف الإجابة الأصح أنهي صحيحة. يلا اشتغل معاكم، لعب معاكم، برافو برافو. وين هي شيكاغو؟ يبقى معلومه جديده معانا، اول بنك لحفظ الدم انشئ في مدينه ايه؟ شيكاغو. اوكي، السؤال موجه لفريق البويز. هل تعلم ان اول من اكتشف التدخين بالسجاير، هم اول من يعني صنعوا التبغ عامه يعني، ودي قاريينها كاتبينها من عندكم على فكره من التكست بتاعتكم مناهج، هل هي الشعوب او الهنود الحمر ولا الشعوب الافريقيه ولا الفراعنه ولا الاوروبيون؟ اول من صنعوا التبغ او استخدموا السجاير يعني او اكتشف التدخين. السؤال موجه لفريق البويز، لفريق البويز. هل تعلم ان اول من اكتشف التدخين بالسجاير هم الهنود الحمر ولا الشعوب الافريقيه ولا الفراعنه ولا الاوروبيون؟ كانت دايما يعني بتكون الحياه بتاعتها في البريه اكتر يعني، بره في الصحراء الهنود الحمر ولا الشعوب الافريقيه ولا الفراعنه ولا الاوروبيون؟ قريتوا عننا احنا كده الفراعنه، احنا كنا بقى اسمي سجاير على الوولف مثلا ولا المتحف ولا حاجه، ولا الاوروبيون ولا الهنود الحمر ولا الشعوب الافريقيه؟ تقدر تقول الانسر فنش الوقت بتاعك؟ الهنود الحمر اكيد، عشان هم حمر يعني. هم اكيد ايه الاجابه بتاعتك ولا تاني؟ الهنود الحمر. الهنود الحمر. شوف الانسر بتاعتنا، هي فعلا الهنود الحمر هو اول من اكتشف التبغ او اكتشف التدخين بالسجاير. وين برافو. سؤال بعد كده موجه لفريق الجر، فريق الجر. اوكي، يعني بيقول عليكم شاطرين جدا ما شاء الله عليكم. هل تعلم ان اول مؤسس لمدرسه المدرسه الطبيه هو في القرن الخامس قبل الميلاد؟ اقليدس كبيره او شويه ولا فالنتاين ولا أبقراط ولا أرشميدس؟ يعني حاجات كده يعني كبيرة علينا أوي. إكليدس. سؤال موجه لفريق جيرلز، إكليدس ولا فالنتاين ولا أبقراط ولا أرشميدس؟ حب أنت عارفين فالنتاين أكيد يعني، ولا أبقراط ولا أرشميدس ولا إكليدس؟ أوكي، الوقت فنش، الوقت فنش. بتفكروا في مين؟ ثلاثة. بتفكروا في ثلاثة؟ طيب عايزين نقول الانسر بتاعتنا. اوكي، الانسر ايه؟ انا كروت ثلاثة. مين ابو كروت يعني؟ انا كروت. انت عارفة ابو كروت اصلا؟ لا. ولا بتقولي برضو بايلك؟ مالك. مش ارشميدس ولا اكليدس ولا فالنتاين؟ لا، ابو كروت. وانتو البويس لو كانت هتقول ايه؟ ارشميدس. هتقولوا مين؟ انا شايف فالنتاين. فالنتاين. فالنتاين ده عيد حب. نشوف انتوا البنات قلتوا ابقراط. هي فعلا ابقراط. برافو برافو، انا ما كنتش عارفاها بصراحه. برافو. وين تقدري تاخدي البوينت؟ برافو. هو الرد شكله عامل يعني في لاك. السؤال موجه لفريق البويز، تعلم ان اول من شرح جثه انسان هو جالينيوس ولا باستير ولا انطونيوس ولا هيروفيلوس؟ ده بقى يعني كل الحاجات دي احنا جايبينها من موقع قلنا القاري. شوف انتوا قريتوا ولا لا. تعلم ان اول من شرح جثه انسان هو مين؟ جالينيوس ولا باستير ولا انطونيوس ولا هيروفيلوس؟
شكلكم مش عارفين. سؤال غريب مش عارفين صح؟ طيب انتوا رايحين على مين؟ رقم 4 هيرو فيروس. طيب ومين تاني؟ ما بين انطونيوس او هيرو فيروس. طب المفروض انت الاجابه الانسب بتاعتك هتقول مين؟ هيرو فيروس. هيرو فيروس عشان اسم كبير؟ لا باي لك بقى. باي لك بقى. شوف هي طلعت هيرو فيروس. برافو برافو. تقدر تاخد البوينت. برافو برافو. تقدر تاخد البوينت. سؤال موجه لفريق جيرس. هندخل على المجال الخامس اللي هو المعلومات الرياضية. وطبعا المعلومات الرياضية ايه اخبارك في الرياضة؟ حد بيمارس رياضة معينة؟ اه بتمارس ايه؟ انا جيم. جيم؟ ما شاء الله هيبقى عندك مسلز بعد كده. ده جيم عشان تضرب حد ولا عشان حبيبها؟ لا عشان حد. اوكي وانت يا عمر؟ بتدرب كورة. كريم بتدرب كورة. وانت يا سلمى؟ فولي. فولي؟ تدربين؟ لا ده انت عايزين المره الجايه تدربي حاجه. عندك معلومات في الرياضه في المعلومات الرياضيه؟ نشوف. اول حاجه اول سؤال موجه لفريق جيرس. تاسس الاتحاد الدولي لكره القدم سنه اعتقدش يعني اللي هي يعني هي جديده 1935 ولا 53 ولا 1804 ولا 1904. تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1935 ولا 53. ده طبعا قبل احنا ما نتولد بكتير يعني. ولا 1804 ولا 1904. شوفوا الانسر بتاعتكم ايه. في تشابه في حاجتين. 1935 ولا 1953 ولا 1804 ولا 1904. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ 1804. 1804 للاسف فيل. هي اجابه اول خطا عندنا. ده هي فعلا السؤال صعب شويه. هي 1904 مش 1804 فيل للاسف. لسه عندنا سلايدز كتير وانتوا ما شاء الله شايفه المنافسه قويه جدا واللك شغال معاكم. نشوف السؤال بعد كده موجه لفريق البويز. اول منتخب يفوز بكاس العالم خارج قارته. عندكم ايه يعني؟ انت عندك معلومات رياضيه؟ انا بعرف كرة. الكوره. ليك في الكوره؟ اه. طيب انت بتلعب حد فيكم بيلعب كوره؟ انا بقرا بقرا كتير قوي عن الكوره فعلا. شكلك بتحب الكوره. شوف بقى السؤال ده ليك بقى. نشوف هتعرف تجاوبه ولا لا. اول منتخب يفوز بكاس العالم خارج قارته هو البرازيل ولا الارجنتين ولا مالي ولا كونغو؟ السؤال ده هي بقى ايه بتقرا ولا؟ اول منتخب يفوز بكاس العالم خارج قارته هو البرازيل ولا الارجنتين ولا مالي ولا كونغو؟ طب اقوى طيب اقوى فريق بالنسبه ده؟ البرازيل خدها 5 مرات فبتهيألي هو خدها 5 مرات؟ انت مذاكر بقى. اوكي 4 3 2. وعن ارجنتين قويه برضه؟ لا خدتها مرتين بس. خدتها مرتين ومشي واخداها. لسه واخداها. طيب نشوف الانسر بتاعتك ايه. البرازيل. اكيد معلوماتك قويه. شوف يا عمر برافو. وين تقدر تاخد البوينت؟ برافو. وين هو قال كويس كوره. السؤال اللي بعد كده خلاص. وعن بالنسبه للجيرلز السكواش رياضه نشات في الشوارع الامريكيه ولا السجون البريطانيه ولا الطرقات الهندية ولا المجاهة الافريقية؟ ده يعني محتاج سرعة بديهة شوية. هو يعني هات الحاجة المنطقية. السكواش رياضة نشأت في الشوارع الامريكية ولا السجون البريطانية ولا الطرقات الهندية ولا المجاهة الافريقية؟ هات حاجة منطقية يعني ينفع يتلعب يعني مثال الحاجات دي. سكواش شوارع ولا السجون ولا الطرقات ولا المجاهة؟ 7 6 5 4 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ السجون البريطانية. ما خدتوش الشوارع ليه؟ ما ممكن نلعب سكواش لا ولا في الترقص ولا في المجاهر. طيب نشوف الاجابة. وانتوا الولاد لو كنتوا هتجاوبوا كنت ما لازم اوضة مغلقة. لازم حاجة مغلقة. المغلقة تكون ايه؟ السجون البريطانية. طيب نشوف. يا برافو تفكيركم راح صح. برافو. وين تقدري تاخدي بوينت؟ برافو. طيب السؤال بعد كده موجه لفريق البويز. مباراة كرة الطائرة يحكمها
اربع حكام ولا حكمان ولا حكم واحد ولا ثلاث حكام؟ ثلاثة حكام ولا ثلاثة؟ يبقى اربعة ولا اثنين ولا واحد ولا ثلاثة؟ كرة الطايرة كم حكم فيه؟ لو انتوا بتتابعوا رياضة هتشوفوا كرة الطايرة فيها كم حكم؟ اربعة ولا اثنين ولا واحد ولا ثلاثة؟ طيب مثلا عني تفكر في ايه؟ هي تفكر حكم واحد او حكمين بس انا بقول حكمين بس انا بقول حكم واحد. إيه. حد بيقول حكم والتاني بيقول حكمين عشان انتوا متعودين دايما في اي مباراه بيكون فيها اثنين. طيب الانسر بتاعتكم نشوف انتوا اتفقوا على انسر تقدروا تقولوها. حكم واحد اكيد مش اثنين زي اي كره اي مثلا لعبه فيها واحد بس. نشوف الاجابه هي صح ولا خطا. برافو برافو وين تقدر تاخد بوينت. برافو هي حكم واحد. يبقى مباراة كرة الطائرة يحكمها كم واحد؟ حكم واحد. اوكي نشوف دلوقتي داخلين على المجال السادس وهي لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة هي اللغة العربية. بيكون في بعض المصطلحات في اللغة العربية غير العامية تماما ونطلق عليها في العامية شيء وفي اللغة العربية شيء تاني. فهنشوف هل هم فعلا بيدرسوا في اللغة العربية بفي معلومات ثابته في عقلهم ولا لا من خلال بعض اللي هو المصطلحات العربيه الاصيله. هل هي في العاميه بتساوي بنفس المصطلح ولا بيتغير؟ نشوف السؤال موجه لفريق الجيرلز في لغتنا الجميله. اول سؤال: الطلاق في الجاهليه يسمى الطلاق في الجاهليه. سؤال غريب. طهار ولا سخط ولا جهار ولا عناق؟ يعني شوفوا هو جديد، سؤال جديد عشان بعد كده تتعلموا ان انتوا دايما تقروا عشان مكانكم يكون دايما هنا. كل طلابنا احنا مش بنجيب اسئله في اي حاجه، احنا بنجيب سؤال في معلومات علميه في اللغه العربيه وكل حاجه عشان تقروا كويس باي طريقه من وسائل القراءه. الطلاق في الجاهلية يسمى طهار ولا سخط ولا جهار ولا عناق؟ معلومة غريبة. انتوا رايحين على ايه؟ خلاص عرفنا. تمام انت عرفتوا وقلت طهار. انت عارفاها اصلا؟ قريتها قبل كده. قريتيها اكيد؟ نشوف هي الاجابة بتاعتك. طهار اكيد؟ ولو انتوا؟ طهار. طهار عشان غريبة. سخط يعني غضب وجهار يعني صوت عالي وعناق اللي هو العناق. لا نشوف هي الكلمة الغريبة الوحيدة. الكلمة الغريبة الوحيدة. نشوف الكلمة الغريبة هي فعلا الكلمة الغريبة الوحيدة. وين؟ برافو برافو. سؤال بعد كده موجه لفريق بوي. من أسماء الذهب في اللغة العربية، الذهب ليه أسماء ثانية؟ الفرقد ولا الزبرجد ولا العسقد ولا اللجين؟ فيش واحدة زمالتكم اسمها لوجين وعارفين اسمها هي ايه؟ انا عارفة. بيدل على ايه؟ نغششكم لوجين ممكن يكون الفضة. يبقى بينكم وبين الثلاثة التانيين هو اسم غريب. الذهب في اللغة العربية فرقد ولا الزبرجد ولا العسقد؟ العسقد ولا اللوجين؟ هو اسماء بقى غريبة جديدة. شايفة يعني متفقة قوي شوية. كل واحد عنده اختيار. كل واحد عنده اختيار. نشوف الاختيار ان انتوا اخدتوه قرار نهائي. الزبرجد. الزبرجد. نشوف هو اللي جاي هو الفضة. هو مش الزبرجد للأسف فيل. هي العسكر. للأسف فيل. لسه عندنا سلايدز كتير انتوا يعني في الباقي وفي معلومات قوية انتوا شايفاه كل انتوا بتقروا. لسه عندنا معلومات اكتر وسلايدات اكتر عشان خاطر تقروا بعد كده تكتسبوا من البرنامج بعض المعلومات. السؤال موجه لفريق جيرس. سمي يوم الجمعة في الجاهلية، يوم الجمعة اسمه ايه في الجاهلية؟ ديت من التكست اللي عليكم. باسم الزهرة ولا الاول ولا الفصيل ولا عروبة؟ سمي يوم الجمعة في الجاهلية باسم دي مرت عليك في التكست بتاعك من اهي. ثم يوم الجمعة. سؤال موجه للفريقين الاصح هو اللي هياخد الفار. ثم يوم الجمعة في الجاهلية باسم الزهرة ولا الاول ولا الفصيل ولا عروبة؟
هو هما كانوا بيسموها في الجاهليه اللي هو الاسبوع بتاعنا اسماء ثانيه. هي ايه؟ فنشت الوقت. تقدري تقول الانسر بتاعك؟ لا، عروبه. 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 نشوف السؤال. هي اكيد عروبه. برافو برافو. وين تقدري تاخدي بوينت؟ هما سبقوكوا قالوا الاجابه الصحيحه. سؤال موجه لفريق البويز. من اسماء الاسد، سهله جدا جدا يعني. اسماء الاسد: حسام، الاسد بتساعد تناديه تقول له حسام، ولا غضنفر، ولا الزرزور عشان هو بيتزرزر بيتنرفز يعني، ولا الغاضب. من اسماء الاسد صوت واسم زئير الاسد، ممكن نروح على الزرزور مثلا، ولا هو غضنفر، ولا حسام، ولا الغاضب. تفكروا في مين؟ غضنفر. مين؟ حاجتين، يا غضنفر او الغاضب، عشان هو بيبقى متضايق على طول، ساعات بيبقى هادي يعني. كويس. ليه ما خدتوش؟ انا عاجبني الزردور. عشان 5 4 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ غضب. اتفضل. الغاضب. الغاضب برضه. ولو الجيرلز كانت هتقول ايه؟ غضنفر. غضنفر. نشوف السؤال بتاعنا. هو غضنفر صح. هي فيل. فيل للاسف. هي غضنفر. حد مش عايز هو اسمه غضنفر. فيل للاسف. برافو. المعلومات اللي بالنسبه لانتوا الاثنين معلومات قويه، بس هو غضنفر يعني. دلوقتي داخلين على المجال السابع، وهم مخترعون غيروا وجه العالم. من خلال الفقره دي احنا بنحاول نعمل جيم شويه، اللي هو معلومات بنحاول نجيب ما اول من اخترع واول من اسس. من خلال ده بيكون الطلبه بيكتسبوا معلومات عن المخترعون والعلماء. تعرفوا علماء مصريين؟ زي مين؟ احمد زويل. احمد زويل. ومين كمان؟ دكتور مصطفى. عرفوا دكتور مشهور؟ دكتور مصطفى. دكتور مصطفى محمود. دكتور مجدي يعقوب. شوف الفريق الاول، هو سؤال موجه لفريق الجيرلز. هل تعلم ان اول من اثبت ان البكتيريا تصيب الانسان بالامراض هو باستير، ولا مولان جوباز، ولا فولتا، ولا ماركوني؟ باستير. شفتوها؟ يعني هو عمل حاجة كده تسخين والحرارة بالهيتر يعني بينقي حاجات عن طريق الايه؟ الهيتر. مش عارفة معلوماتي بقى الساينس صح ولا لا. ولا عارفينها البويز؟ عارفينها برضو؟ 5 4 3 2 1. تقدري تقول الانسر؟ باستير، عشان هو اللي قام بعملية البسترة. نشوف الانسر بتاعتنا. هي برافو برافو، هي باستير. تقدري تاخدي البوينت بتاعتك. برافو. وين؟ برافو. السؤال اللي بعد كده ليه الولاد الوايت تيم، فريق بويز. سؤال علمي دارسيني. ده دارسيني هتسوت المعروف جدا. اوكي. هتعلم اول من شرح العين هو ابن بطوطة، ولا الحسن ابن الهيثم، ولا ابن زيدون، ولا ابن حزم الاندلسي؟ انت بتقول خدتها الترم الاول. هتعلم اول من شرح العين هو ابن بطوطة، ولا حسن ابن هيثم، ولا ابن زيدون، ولا ابن حزم الاندلس. كل المعلومات دي جايبينها من المرحلة الاعدادية. الجدوان وشوف وفي انت لسه ما طلعتوش. خدناها في اللغة العربية. خدتها في العربية؟ اللغة العربية. اوكي. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ الحسن ابن الهيثم. طيب لو الجيرلس كنت ممكن تقوله؟ الحسن ابن الهيثم. اكيد برضو. نشوف الانسر بتاعتنا. هو اول من شرح العين هو الحسن ابن الهيثم. وين؟ برافو. تقدر تاخد بوينت. برافو. معلومات قوية جدا فعلا للاوائل. السؤال موجه لفريق الجيرلس. هل تعلم من اول من اجري تجارب الوراثة؟ ليه قوانين على اسم الشخص ده؟ هو هيرام ميكسن، ولا الكسندر رولان، ولا ويتجارد، ولا مندل؟ ده ليه قوانين. القوانين دي انتوا دارسينها وبتعدى عليكم، مش هتغششكم. هي القانون ده، قوانين الوراثه دي اسميت على اسم. اول من اجري تجارب الوراثه هيرام ميكسن، ولا الكسندر رولان، ولا ويتجارد، ولا مندل؟ مش
7 6 5 4 3 2 1. ده بتقول انت مندل. طب لو البويز مندل برضو متفقين. نشوف الاجابه بتاعتنا هي فعلا مندل. برافو. وين تقدري تاخدي بوينت؟ برافو. اوكي السؤال بعد كده موجه لفريق بويز. هل تعلم ان اول من تبرع بالدم في العالم؟ واحد تبرع بالدم مش عارفينه هو مين. الله اعلم هو مين. جيمس دور ولا سيروس ماكورميك ولا مالفول بيل ولا ريتشارد مارينو؟ واحد كان مشترك شويه طيوب جدا كايند بيتبرع بالدم. احنا خدنا من شويه معلومه ان هو اول بنك لحفظ الدم كان في مين؟ في برلين ولا شيكاغو؟ شيكاغو. اوكي يبقى اول واحد بقى كان اول بنك في شيكاغو. طب اول واحد تبرع واحد شيكاغو كده. ولا سيروس ماكورميك ولا ميرفل بيل ولا ريتشارد مارين؟ وان تقدر تقول انت بتاعتك ريتشارد مارين. ليه اشمعنى؟ متأكد منها؟ نشوف الانسر بتاعتنا. هي ريتشارد. برافو. هي ريتشارد. تقدر تاخد البوينت بتاعتك. برافو. اوكي ندخل دلوقتي على دول وعواصم. دول وعواصم دي سهلة. فقرة سهلة جدا من الجيوغرافي او السوشيال ستادز تبعكم. انتوا اكيد طبعا عارفين كل بلد. بعد البلاد العربية وال او البلاد الاوروبيه ليها العواصم بتاعتها. هنقول عاصمه وانت كل اللي عليكوا هتقول البلد بتاعتها. اوكي اول سؤال موجه لفريق الجيرلز فريق البنات. هي الفقره دي سهله جدا. هي جين انفورميشن ومع بعض جين بوينتس برضو. مانيلا هي عاصمه دوله ايه؟ امريكا الجنوبيه ولا النرويج ولا السويد ولا الفلبين؟ سهله قوي. مانيلا هي عاصمة دولة امريكا الجنوبية ولا النرويج ولا السويد ولا الفلبين؟ يعني شكلكم مش عارفينها. شايفة كده ليه؟ انا متلخبطة من مين؟ متلخبطة من مين ومين؟ السويد يعني. هي شوفوا مانيلا بقى هي عاصمة دولة ايه؟ امريكا الجنوبية ولا النرويج ولا السويد ولا الفلبين؟ 3 2 1 قولي الانسر بتاعك. فلبين. طب لو البويس فلبين. انتوا عارفينها ولا؟ معروفة. نشوف هي الفلبين. برافو. برافو. تقدري تاخدي البوينت بتاعتك. برافو. هي مانيلا فعلا عاصمة دولة الفلبين. السؤال بعد كده أنقرة سهلة خالص جدا. هي عاصمة دولة ايه؟ تركيا ولا أفغانستان ولا باكستان ولا كردستان؟ سهله قوي. طلعوا اتفرجوا على اخبار كل شويه في انقره. انقره عاصمه دوله تركيا ولا افغانستان ولا باكستان ولا كردستان؟ عارفينها سهله من الدراسه ولا انتوا عدت عليكم؟ لا عدت علينا في التلفزيون. عدت عليكم في التلفزيون. طيب اتفرجوا على اخبار ولا بابا وماما هم اتفرجوا؟ لا بابا وماما. وانتوا طبعا بتتفرجوا على الاخبار. اوكي 7 6 5 4 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ تركيا. هي اكيد تركيا. برافو. هي اكيد تركيا. برافو. طب البوينت بتاعتك وين؟ سؤال بعد كده للجيرلز برضو عدت علينا. عاصمة تايلاند بورما مالي بانكوك طوكيو. عاصمة دولة تايلاند بورما مالي بانكوك طوكيو. متأكدين منها؟ هي عاصمة دولة تايلاند هي بورما ولا مالي ولا بانكوك ولا طوكيو؟ 8 7 6 5 4 3 2 1. تقدر تقول انسر؟ بانكوك. وانتوا الولاد لو كنت هتقولوا ايه؟ بانكوك برضو. نشوف الاجابه بتاعتنا. برافو. وين تقدر تاخد البوينت بتاعتك؟ برافو. السؤال سهل برضو جدا. حظك حلو. الفريق الابيض. الفريق الابيض اللي هو الوايت تيم فريق بويز. عاصمه الهند
اكيد انتوا بتتفرجوا على افلام هنديه كتير. لا ما بتفرجش. الجوله الثانيه اللي بتفرج سمت الهند هي سنغافوره ولا نيو دلهي ولا كولومبو ولا موسكو؟ موسكو. يلا بويز، سهله جدا سهله جدا جدا. عاصمه الهند سنغافوره ولا نيو دلهي ولا كولومبو ولا موسكو؟ اكيد عدى طريقه كتير. هو ده ما سافرتش الهند قبل كده؟ ما رحتش على كيس صغنن كده ولا حاجه؟ المره الجايه فايز، المره الجايه ان شاء الله يكفيني هندي. اوكي 2 1 نيو دلهي. نيو دلهي؟ اوكي نشوف الانسر بتاعتنا. برافو، هي نيو دلهي. برافو، تقدر تاخد بوينت وين. برافو. اوكي دلوقتي احنا داخلين على اختبارات الذكاء اللي هو المجال الثامن. السؤال ده هيكون من خلال اللي هو بارت معين من جزء معين من الفيس بتاع اللي هو المخترع او العالم ده مش موجود، وكل اللي عليهم هو سهل جدا. ده معتمد على قوة الملاحظة وسرعة البديهة لدى الطلبة. كل اللي عليهم ان هم هيعملوا ماتشنج، يجيبوا البارت الجزء العين ده ماتشنج مع الفيس اللي هو موجود للعالم. ومن خلال الفقرة دي احنا بنكتسب اسم عالم ومعلومة جديدة والاختراع اللي هو عمله او الاكتشاف اللي هو عمله، في نفس الوقت نعرف الفيس بتاعه عشان يثبت في اللي هو في عقل الطلبة. اول سؤال عندي موجه لفريق، السؤال كان موجه لفريق الجيرلز. اول حاجة عندي اين عيناي؟ لا اوكي هناخد السؤال اللي بعده. هو من اضاف الى اعيننا واذاننا قدرات لا حدود لها؟ انه روبرت واتسون مخترع الرادار. اين عيناي؟ سهل جدا، مخترع الرادار. هو من اضاف الى اعيننا واذاننا قدرات لا حدود لها؟ انه روبرت واتسون مخترع الرادار. باريس تاخدي وقتك راحتك، سهله جدا جدا. العين بتاعته اولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ وان ولا تو ولا ثري؟ مخترع، يبقى مخترع الرادار اسمه ايه؟ اسمه ايه مخترع الرادار؟ روبرت واتسون. فين عيني بقى؟ واحد وان. نشوف الانسر بتاعتنا هي وان. برافو، هي وان. برافو، تقدري تاخدي بوينت. السؤال بعد كده موجه لفريق البويز. ويليام مارتن طبيب الاسنان الذي ارحنا من الكثير من الالام عن طريق التخدير من خلال التنفس، اين عينيه؟ فين عينه ويليام مارتن؟ ده مش محتاجه غير ان انت تعمل ماتشنج، مش محتاجه بقى القرايه ولا انت بس تعرف ايه اسمه والاكتشاف بتاعه، نفس الوقت تعمل ماتشنج على فين العين بتاعته. سهل جدا. ويليام مارتن طبيب الاسنان الذي ارحنا من الكثير من الالام عن طريق التخدير من خلال التنفس. اي 1 ولا 2 ولا 3؟ فايف فور ثري تو وان. تقدر تقول الانسر بتاعك؟ 3 3. نشوف هي 3 ولا لا. هي فعلا طلعت 3 وان. برافو برافو، تقدر تاخد بوينت. برافو. اوكي السؤال اللي بعد كده موجه لإيدجار. اوكي تقدر تاخد بوينت. اكتشف ما لا نراه فواجهنا الكثير مما نراه، انه هنري بيكرل مكتشف الاشعاع. هنري بيكرل مكتشف الاشعاع. وان ولا تو ولا فيه؟ خدي وقتك صح خالص، خدي وقتك. وان ولا تو ولا فيه؟ مكتشف الاشعاع هنري بيكرل. وان ولا تو ولا فري؟ اوكي تو وان. تو الانسر بتاعتك؟ تو. هي تو. برافو، هي تو فعلا. وين تقدري تاخدي بوينت؟ اوكي هنوصل دلوقتي على فقرة الاعلام. عالم يبحث عن بلده، هي برضو
ماتشنج. كل اللي عليك اللي انت جزء برضو من العالم ده هو مش موجود وانت اللي هتعمل ماتشنج. واحنا طبعا لسه خارجين من كاس العالم فعدت علينا اعلام كتير, فاكيد هتشوفوا هل عندكم بقى سرعه ملاحظه ولا لا, او قوه ملاحظه ولا لا. السؤال موجه لفريق البويز تايلاند, لسه واخدينها حال. تايلاند فين العالم النقطه او البارت بتاعها اللي مش موجود, 1 ولا 2 ولا 3؟ الاعلام فريق البويز, فريق البويز. اوكي فريق البويز 1 ولا 2 ولا 3؟ اتكلم بتاع ترى هتعمل ماتشنج بقى البينك ده هيليق عليه الجرين ولا البلو ولا الاورنج. هو طبعا ده عالم, كل حاجه بتعبر, كل كلر بيعبر عن حاجه في البلد دي. تقدر تقول الانسر بتاعتك 3 نشوف الانسر بتاعتنا صح ولا خطا. هي 3 برافو وين تقدر تاخد بوينت برافو. انت قلتها باي لاك ولا انت شفته قبل كده؟ باي لاك. اوكي السؤال موجه ليه فريق جيرلز. سؤال بعد كده استونيا. استونيا في دولة اسمها استونيا فين؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ انت مش عارفينها؟ بلاك ولا بلو ولا فين؟ ما شفتهاش قبل كده؟ لا ما عرفهاش اصلا. اه تعرفي اه. هو احنا القلب قلب مش عارفاها بس عشان العالم. يا ترى بلو زي ما هو ولا بلاك ولا ريد ولا بينك كده؟ هتقولوها باي لاك برضه؟ 5 4 3 2 1 بويز تقريبا عملوا ماتشنج يعني غاريه 1 ولا 2 ولا 3؟ 2. شفتوها قبل كده؟ اه اكيد كاس العالم برده. شفتوا كاس العالم قديم شويه بس قديم شويه يعني 1 ولا 2 ولا 3؟ انتوا اخترتوا 2. اخترتوا 2. التايمر بتاعكم نشوف السؤال. التايمر بدا بس هو عشان بدا متاخر, تقدر دلوقتي احنا هنعده من 15 10 9 7. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ 2. هي 2. برافو برافو برافو. اوكي وين برافو. اوكي احنا دلوقتي وقت الحلقه انتهى. تقدر كل فريق يعد بوينت لقدام عشان نشوف مين الوينر. اوكي هي طبعا المنافسه النهارده قويه, والفايز النهارده في الحلقه عندنا هو فريق الوايت تيم, فريق البويز. برافو 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 عليكم. هو الفرق بوينت واحده اللي هي نقطه واحده, واللي فاز النهارده الوينر هو فريق البويز الفريق الابيض. وبرافو عليكم في الهوا الجيرنس. المعلومات بتاعتنا النهارده كانت قويه. شكرا شكرا ليكم. استفدتوا من الحلقه النهارده؟ اه اكيد خرجتوا معلومات. في حاجات جت باي لاك وفي حاجات جت من ريدنج. هتستفادوا ان انتوا بعد كده تستخدموا السوشيال ميديا في الايه, في القراءه ولا الشوبينج؟ هتقروا ولا لا؟ هنقرا واكيد نركز في المعلومات بتاعتنا عشان اكيد في وقت تاني هيبقى لكم مكان هنا طول ما انتوا الاوائل. والخسران معانا كسبان, والوينر النهارده كان فريق البويز. وبرافو نشكر الجيرلس واللي هم برضه معلوماتهم قويه جدا. والخسران معانا كسبان معلومه تفيده في حياته العلميه والعمليه. وزي ما شفتوا اكيد ممكن يبقى مكانك هنا في قناه التعليميه, وممكن يكون اسمك الاول, ونحن بنتسابق دايما على الاوائل, فدايما تكون الاول. Be the first always. اوكي باي باي, نشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله.